بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بالدرس الأول من هاي السلسلة التعليمية، السلسلة التابعة لسلسلة 3D Max Tips and Tricks، هاي الدرس الثاني بدي أنزله اللي هي السلسلة الثانية، هاي نمبر 1. رح يكون في كمان 10 دروس اللي هي 3D Max Tips and Tricks 2. رح أتناول فيها 10 دروس رئيسية بتكلم فيها عن مواضيع بتهم الطلاب. أول موضوع راح أحكي عنه اليوم اللي هو موضوع Global Switches. إن دخلت بإعدادات الريندر Global Switches Override Material. هلأ من السلسلة الأولى اللي كنت عاملها Winter is Coming، إنتوا بتشوفوا أو تعرفوا الريندر النهائي اللي طلع عندي بهذا الشكل مع الماتيريال، بس مشان أقدر أفحص الإضاءة صح لازم أكون أشتغل على مبدأ أو أفحص على لون سكني، فالتالي بيلزمني إني أشتغل عليه. أروح أرجع للماكس وأعمل ريندر بسيط وبوقت سريع، دقيقة وخمسين ثانية تقريبا، أفحص فيه شو هو الإنارة تبعت المشروع ولأي درجة نجاحها، هل هي ناجحة ولا لا. هلا كيف بعمل المشهد كامل بلون سكني؟ أكيد ما بنفع بعد ما أخلص كل المشهد أمسك كنترول و A أحدد كل شي عندي وأروح ألبسه مثلا لون سكني، بالتالي بطلع بدي أرد أرجع ألبس هاي ماتيريال وهاي كمان وهاي كمان وجعت راس، وهذا إشي يعني مش سريع بالشغل مش صح. الأسلوب الأحسن إن إجيت أمسك طابة ماتيريال جديدة، أعطيتها نيو ماتيريال، أعطيت الديفيوز فيها لون سكني، ما أعطيتها أي خاصية تانية، يعني بس طابة فيريا ماتيريال هي من الصفر، اسمها نيو ماتيريال ولونها سكني ولا إشي زيادة. وبروح على قائمة جلوبال سويتشز فيريا جلوبال سويتشز Override Material. كل اللي عملته بكل بساطة هنا كانت هاي عندي مطفية، لما تكون عندي مطفية وعمل ريندر انتو بتشوفوا بصير عندي يعمل ريندر بالماتيريال نفسها، يعني المشهد بيطلع عندي بالماتيريال كاملة ومتكاملة، وبالتالي باخد منك وقت عالي مشان تفحص الإنارة، هذا اشي باخد منك جهد جبار. هذا هو المشهد اللي راح يطلع عندي منين؟ من الماكس مع الماتيريال. هلا اذا بدي افحص هذا المشهد الاولى في اني اعمل هلا ستوب واروح من هون احكي له override material، فعل لي اياها وافتح material جديدة، قائمة الماتيريال على حرف M، واسحب الماتيريال هاي الفيري على none، احكي له يعني حط لي instance طبعا، يعني اللي بتغير عندي من هون او اي تغيير بعمله بالماتيريال بتغير مباشرة على قائمة override material. وبهاي الطريقة انا بكون لبست كل الاوبجكتس، كل الاوبجكتس بدون اي استثناء لبستهم لون سكني. خلينا نشوف هل الطريقة هاي نجحت معنا ولا لا. بالضبط بيطلع عندي كل الاوبجكتس لابس لون سكني، فبالتالي بقدر هيك اني افحص الانارة بشكل سريع كتير، افحص شو اللي عماله بصير عندي عند مصادر انارة بالمشروع. هل هاي الخاصية بتفيدني كتير بعملية فحص الانارة وبعملية ضبط المشروع قبل ما ادخل بملفات تكون عندي تقيلة كتير وصعب كتير؟ فهون بقدر بكل بساطة اني اتأكد من الانارة هل هي عندي تمام ولا لا. بالاضافة احيانا بتواجهك مشاكل بالنويز او الملفات بتكون عندي تقيلة، فبالتالي هون تقدر تخلص من كل هاي المشاكل وتتأكد عليها مرة واحدة او تأكد على انارتها مرة واحدة. هلا بتم في عندي هون تريك بسيطة او مشكلة بسيطة صارت عندي تطلع، اللي هي عندي الجلاس، الجلاس مش قادر اني اوصل له ومش قادر اني اعمل له ريندر لانه كلياته لابس لون سكني برضو مع الشغل. اعمل كانسل لهاي الويندو، احمله كانسل. اللي صار عندي او المشكلة البسيطة اللي صارت انه الجلاس مش قادر افحص الانارة تبعته، رغم انه في عندي هون مصادر انارة، بس للأسف مش قادر افحص هذا الضوء وهذا الضوء لانه مباشرة هذا الضوء ضرب باللون. خلينا نعمله سلكشن بالاول، لانه هذا الضوء ضرب مباشرة بسطح سكني، يعني حتى الجلاس اخذ لون سكني. مشان احل هاي المشكلة بدي امسك قطعة الجلاس، هي مسميها انا باقي توب جلاس وهي مسميها ويندو. بروح هون على قائمة اعدادات الريندر Global Switches
override material بدي اعمل له exclude، يعني لبس كل هاي لون سكني ما عاد بحكي له exclude التوب جلاس والويندو، هدول التنتين بحكي له اعملهم اكسكلود من هاي الخاصية. وهيك بقدرني هلا البس الماتيريال واعمل رندر، بقرا الجلاس تم جلاس عندي، وما دون ذلك لبس عندي اللون السكني. هاي الميزة الثانية اللي بقدر استفيدها من هاي، يعني بهاي الطريقة. هلا في عندي شغلة ثالثة حابب إن أنوه عليها، إنه أحيانا بكون صعب عليك تختار الجلاس الأول الثاني الثالث الرابع، يعني صعب كتير علي إني أضبط هذا الأوبجكت. ولهذا الإشي بقدر أستخدم إشي اسمه select by material، وهذا الإشي أتوقع إني تناولته من أول. يعني إذا جيت مسكت هذا الجلاس بقدر أفتح قائمة الماتيريال، هاي الجلاس اللي أنا مستخدمه، بقدر اكبس بالزر اليمين احكي له select by material، هو لحاله عمل اختيار، عمل بالجري سكيل، عمل اختيار او بالجري كلر، عمل اختيار للاوبجكتس اللي لابسه هاي الماتيريال اللي هم توب جلاس والويندو. اذا انا جربت اني اعمل تيبوت مثلا اول ثاني ثالث رابع وكلهم البسهم ماتيريال جلاس، هاي شلت السليكشن. هلا اذا حكيت له على جلاس سلكت زر يمين سلكت باي ماتيريال، هو لحاله رح يختار التيبوتس معهم، بحكي له سلكت، هو لحاله بختار الاوبجكتس هدول اللي لابسين ماتيريال جلاس. طيب هلا لازم اقعد اسميهم كلياتهم، بعديها اروح على كلمه جلوبال سويتشز على اكسكلود واقعد اختارهم واحده واحده، هون بتصير عندي وجعه راس. فالأسلوب أو في عندي حل بسيط، بقدر أجي على كبسة edit named selection sets، يعني edit للnamed selection الأشياء اللي نعملها selection هنا بدي أحطها جوا set أو جوا يعني قائمة صغيرة، بحكي له create a new set. بمجرد أني اخترتهم وعملت create a new set، هو لحاله حط هاي الأشكال جوا هاي الست. هاي الست بقدر أعملها rename، بحكي لها glass materials أو أسميها بأي إشي بدي إياه. هلا اللي صار عندي بهاي الحالة، لما أجي بدي أرجع للرندر، بدل ما أعمله هالمرة على عدادات الرندر إكسكلود واحدة واحدة لأوبجكت أوبجكت، بدل ما أقعد أدور على أسمائهم نتفة نتفة، بقدر من هون أحكي له سلكشن سيت اختار جلاس ماتيريالز اللي أنا عملته هون، هو لحاله تلقائيا يعني اختار كل أوبجكت لابس الماتيريال تبعت الجلاس. بقدر احكي له اكسكلود اوكي. هلا بقدر اعمل رندر، كل شيء بيطلع عندي لابس جلاس، اسف بيطلع لابس سكني، ما عدا الاوبجكتس اللي انا كنت مختارهم، من ضمنهم هدول التيبوتس. وهذا فعليا الاشي اللي رح يصير عندي هنا بالمشهد. هذا هو الدرس الاول بقائمه او بسلسله دروس 3 دي اس ماكس تيبس اند تريكس 2. بتمنى من الله تستفيدوا منه، لأنه هاي الخاصية كتير بتسرع عليك الشغل وبتساعدك كتير كتير. هيك بحكي لكم، يعطيكم العافية والسلام عليكم.